مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في أخبار الثالثة، تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبو ظبي، والبداية بالعناوين. مسؤول روسي رفيع يؤكد أن العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق أهدافها، والناتو ينشط ما وصفه بعناصر الدفاع النووية والكيماوية. كوريا الشمالية تختبر أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، والولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على بيونغيانغ. السلام عليكم ورحمة الله، ونقف الآن عند آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي تتم يومها 30. شهر مر على انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. موسكو تقول إن عملياتها تسير وفق المخطط له، والغرب يراها فشلت في تحقيق أهدافها. فكيف انطلقت عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا، وما الذي حققته حتى الآن؟ في التقرير التالي. 24 من فبراير الماضي هو تاريخ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. الهدف كان السيطرة على العاصمة كييف وتجريدها من سلاحها. 3 محاور في آن واحد انطلقت منها العملية العسكرية الروسية، إذ شن الجيش الروسي هجوماً من روسيا البيضاء ومن روسيا، كما بدأ أيضاً هجوماً من شبه جزيرة القرم. عنوان الأيام الأولى كان استهداف البنية التحتية العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، فكانت معركة المطارات حاسمة في تحديد الأسبقية الروسية في الجو لتنفيذ إنزالات لوحداتها. في الأسبوع الثاني نجحت القوات الروسية في السيطرة على أغلب المطارات الحيوية مثل مطار أنتونوف قرب العاصمة الأوكرانية كييف، واستطاعت شل حركة مطار بوريسبال، واستهدفت مطار ستاروكوستانتينوف العسكري بأسلحة عالية الدقة، وكذلك مطار جيتومير المجاوري بصاروخ باليستي، إضافة إلى مطار أوزان الحربي الذي يضم عددا من مقاتلات سوخوي 27، لكن كل ذلك لم يمنحها تفوقا في البر. فمعارك الأرض لها معادلات أخرى، وصمود الجيش الأوكراني وتركيزه على مدن بذاتها عقد المهمة الروسية، وأبرز مثال على ذلك مدينة ماريوبل شرقي أوكرانيا التي تشهد معارك مستمرة لم تحسم لأي طرف حتى الآن. أما أبرز ما حققه الجيش الروسي هو السيطرة على مدينة ميليتوبل في الجنوب، وذلك بعد 3 أسابيع من عملياته العسكرية. فهذه المدينة تمنح الروسيين ممراً بين روسيا ومنطقة دونباس وشبه جزيرة القرم، وبالتالي تمهيد الطريق أمام أحكام السيطرة على بحر أزوف وما يعنيه ذلك من تجديد الخناق على كامل أوكرانيا. أما الأسبوع الرابع فعنوانه الأبرز محاولة المحافظة على ما تحقق، فدخول الجيش الروسي العاصمة كييف يبدو صعباً وسط دفاعاً قوياً من القوات الأوكرانية المدعومة من الولايات المتحدة ودول أوروبية. نفى نائب رئيس مجلس الأمن القومي والرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، نفى أن يكون للعقوبات الغربية على موسكو أي تأثير. وأضاف ميدفيديف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية أن العقوبات لن تؤدي إلا إلى توحيد المجتمع الروسي ولن تسبب استياء شعبيا من السلطات. وقال أن روسيا اضطرت للجوء إلى العملية العسكرية في أوكرانيا لأن الأهداف التي وضعتها نصب عينيها لم تحقق دبلوماسيا، مؤكدا على أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحقيق أهدافها. ومع مرور شهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، نستعرض معكم جانبا من الصواريخ التي صنعت الفارقة في الحرب. أهلا بكم. الاعتماد على سلاح الصواريخ سواء الهجومية منها أو الدفاعية يعد أحد التكتيكات المهمة في الحرب الروسية الأوكرانية. صواريخ كينجال فرت الصوتية كانت أحد أهم الصواريخ التي استخدمتها القوات الروسية مؤخرا لتدمير قدرات التسليح الأوكرانية. تفوق سرعتها سرعة الصوت بعشرة أضعاف، وتقطع أكثر من 12,000 كيلومتر في الساعة، يصل مداها إلى 2,000 كيلومتر، وقادرة على حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية.
ويمكن تزويدها برأس قتالي يصل إلى 500 كيلو جرام، كما تستطيع هذه الصواريخ اختراق أي منظومة دفاع جوية. منظومة اسكندر للصواريخ التكتيكية العملياتية والتي استخدمها الجيش الروسي مؤخرا في الحرب، تطلق هذه المنظومة صواريخ باليستية قصيرة المدى تدعى اسكندر ام. يبلغ مدى هذه الصواريخ نحو 500 كيلومتر، ويزن رأسها الحربي المتفجر من 480 إلى 700 كيلو جرام، ويمكنها المناورة خلال الطيران للهروب من الرادارات المعادية. في المقابل ركزت القوات الأوكرانية على استخدام صواريخ ستينجر وجافلين الأمريكية، والتي أسهمت كثيرا في إبطاء تقدم القوات الروسية، حيث تعد صواريخ ستينجر من أشهر أنظمة الدفاع الجوي الخفيفة والمحمولة على الكتف، وهي صواريخ أرض جو توجه بالأشعة تحت الحمراء يصل مداها إلى 5 كيلومترات، كما تفوق سرعتها سرعة الصوت. أما صاروخ جافلين الأمريكي والمضاد للدبابات فقد أظهر فعالية كبيرة في إبطاء تقدم القوات الروسية برا، يصل مداه إلى 2500 متر، ويمكن أيضا توجيهه نحو طائرات الهليكوبتر على ارتفاع منخفض. الاعتماد على الصواريخ في هذه الحرب كان هدفه للطرفين تقليل وتيرة الخسائر البشرية والمادية للجيشين قبل المواجهات البرية المحتملة. على الجانب الآخر، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ أعلن قيام الحلف بتنشيط ما وصفه بعناصر الدفاع النووية والكيماوية في ظل تصاعد الهواجس من أن روسيا قد تستخدم مثل هذه الأسلحة في أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ إن زعماء الدول 30 الأعضاء في الناتو وافقوا على إرسال أجهزة رصد وحماية وإمدادات طبية لأوكرانيا، إلى جانب التدريب على مكافحة التلوث وإدارة الأزمات. وأضاف أن الناتو يشعر بالقلق من أن روسيا قد تحاول اختراق ذريعة للاستخدام التكتيكي لهذه الأسلحة في الحرب. تتوحد الجبهة الغربية في وجه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عبر عقد 3 قمم على مستوى دول الناتو ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا وفرض حزم عقوبات جديدة ضد موسكو واتخاذ خطوات تضمن عزلة موسكو المالية. بعد شهر من بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تنعقد أعمال القمم 3 التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يجتمع الحلفاء الغربيون في سعيهم الحثيث لكبح جماح الأعمال العسكرية الروسية. ويتوحد الغرب في حلف شمال الأطلسي الناتو ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي تباعا في استعراض نادر للوحدة والتحرك الجماعي. And the very thing that Putin has tried to do from the beginning. بوتين حصل على عكس ما كان يعتقد حدوثه تماما نتيجة الذهاب إلى أوكرانيا. لقد بنينا نفس الوحدة مع الاتحاد الأوروبي والديمقراطيات الرائدة في مجموعة السبعة. حلف شمال الأطلسي أعلن عن تأسيس مجموعات قتالية جديدة في 4 دول في شرق أوروبا، بينما زادت واشنطن ولندن من حجم مساعداتها لأوكرانيا، لكن الحلف أبى أن يمد الأوكرانيين بالدبابات والطائرات، إذ سيجعل ذلك منه مشاركا في الحرب مباشرة، ما يشرع الأبواب على احتمالات أخرى، في حين يطالب الرئيس الأوكراني الحلف بإرسال الأسلحة دون قيود. أريدكم فقط أن تعرفوا، لا يزال بإمكان الحلف منع مقتل الأوكرانيين جراء الضربات الروسية والاحتلال الروسي من خلال تزويدنا بكل الأسلحة التي نحتاجها. الطاقة هي الملف الأكثر تعقيدا على طاولة قمة الاتحاد الأوروبي، وما زال قادة دول الاتحاد يناقشون سبل خفض أسعارها وبحث خطوات الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية دون التأثير على الاقتصاد الأوروبي، وهو ما اعتبره بايدن تعزيزا للأمن القومي الأوروبي، لا سيما أن موسكو تغطي 40% من احتياجات دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة من الغاز وأكثر من ربع وارداتها النفطية. لقد تبنى جميع شركاء مجموعة السبع حزم عقوبات شاملة، ونحن جميعا ملتزمون اليوم بتنفيذها بالكامل. العقوبات فعالة ولها تأثير قوي بالفعل على المدى القصير، كما اتفقنا على الرد بعقوبات إضافية إذا لزم الأمر، وهذا يمثل إشارة قوية ومسار عمل حازم.
شددت قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى على فرض عقوبات هائلة على روسيا، وأكدت قمة الاتحاد الأوروبي وحدة الموقف حيال روسيا والعقوبات عليها، وتعهد حلف شمال الأطلسي بتزويد أوكرانيا بمعدات حماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، تهديدات ما يزال الحلف يؤكد على أنها خط أحمر للتصعيد مع موسكو حال تخطيه. وقد اتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على أي صفقة تشمل احتياطي الذهب الروسي لتجنب التفاف موسكو على إجراءات العزل المالية التي اتخذها الغربيون ضدها. وللحديث أكثر حول تطورات الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا من العاصمة القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. نرحب بك دكتور معنا في نشرة الثالثة. يعني هناك مجموعة من القمم يتبعها دائما المزيد المزيد من العقوبات ولا نسمع وسطات للتهدئة، كيف تتابع ما يجري مؤخرا في الأزمة الروسية الأوكرانية؟ هو بالتأكيد طبعا مخرجات القمم الثلاث أكدت على فكرة العقوبات دون التطرق إلى سائر النقاط الأخرى التي يمكن أن توجع الجانب الروسي في هذا التوقيت. الحديث حضرتك عن إمداد أوكرانيا بالمعدات والعداد والذخائر، هذا كان قبل عقد هذه القمة الاستثنائية لحلف الناتو على سبيل المثال. القمة السباعية طبعا كما تعلم حضرتك كانت هناك أفكار خاصة بتجميد العضوية الخاصة بعضوية روسيا، وبالتالي بتبقى مثل هذه الأمور في إطارها النظري دون أن يكون هناك آليات أو تولز لأدوات للتعامل مع المشهد الروسي في ظل طبعا توسيع وتنويع مصادر العقوبات. حتى الآن هذه العقوبات كما تعلم حضرتك لن تؤتي ثمارها بين يوم وليلة، ربما تأخذ عدة أشهر قبل أن تأتي يعني بعض النتائج المباشرة في هذا الإطار. الأمر الآخر هو أن الجانب الأوكراني كان قد طلب سلسلة من القرارات والإجراءات لكن لم تقدم دول الحلف على تقديمها، ليست الطائرات أو الدبابات، لأنه كما تعلم هناك شرط رئيسي وضعه الجانب الروسي في حالة إذا دخلت هذه القوات إلى أوكرانيا فسيتسع مسرح العمليات. وهذا هو السؤال حقيقة الذي أريد أن أتوجه به إليك دكتور. يعني اليوم هناك خبر لدينا في النشرة أنه تم تنشيط الأسلحة الكيماوية والأسلحة النووية، كيف يمكن فهم هذا الخبر في ظل رفض الناتو ودول الاتحاد الأوروبي التدخل في العملية العسكرية في داخل أوكرانيا؟ هو بالتأكيد طبعا موضوع المختبرات الخاصة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية ودخلوا أيضا الموضوع النووي المواد النووية، بالتالي هناك مخاوف بطبيعة الحال من استخدامها روسيا، لكن روسيا حتى الآن تستخدم القوة المنضبطة أو إن صح التعبير المحسوبة تخوفا من اتساع مسرح العمليات هي أيضا. لكن الإجراءات اللي اتخذت خلال الساعات الأخيرة في منطقة بولندا ومناطق التماس الاستراتيجية يؤكد على أن الحلف يتأهب ويستعد لكافة الإجراءات الخاصة بإمكانية استخدامها من قبل الجانب الروسي. روسيا حددت إذا دخلت بولندا أو دخلت أي دولة فستكون ضمن أهداف أخرى، يعني هتستهدف بصورة أو بأخرى. دول الحلف لا تريد مواجهة ولا تريد التصعيد، والولايات المتحدة قدمت دعما رمزيا ليس دعما حقيقيا أو استراتيجيا. ونسمع الرئيس زيلنسكي كان يشتكي في أكثر من مناسبة من قلة الدعم، لكن كيف تقيم ردة الفعل الأوروبية في مجال الرياضة مثلا وحتى في مجال التواصل الاجتماعي؟ يعني سيدي منظومة العقوبات طبعا اتسعت بصور كثيرة، لكن موضوع تعليق العضوية في قمة العشرين كان هذا أمر مهم لكنهم لن يستطيعوا أن يقوموا به بصورة أو بأخرى. هو فضل في موضوع المونديال في موضوعات خاصة بحظر الطيران ومنظمة الطيران العالمية، وإجراءات كما تعلم حضرتك قد تبدو شكلية لكن الإجراءات الموجعة خاصة مثلا بقطاعي النفط والغاز وغيره، وهذه الأمور لن تستطيع أوروبا أو حتى الحلف اتخاذ فيها إجراءات استباقية تخوفا من رد الفعل الروسي، لأن الروس أخذوا إجراءات مقابلة وإجراءات متعلقة بالتعامل معها. القضية في الموضوعات الاقتصادية كما تعلم بموضوع التعامل بالروبل، الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت على مستوى يعني تحجيم هذه الارتدادات على الاقتصاد الروسي، والروس اختبروا منظومة العقوبات من قبل، ربما هو فقط توسعها بهذا الشكل، ولديهم خبرات في التعامل وهم يراهنوا طبعا على
أن العقوبات فشلت على فنزويلا وفشلت على الجانب الكوري الشمالي وفشلت على ليبيا وفشلت على العراق وفشلت على إيران وعلى ليبيا وعلى إيران وعلى العراق فطبيعة الحال فقط نأمل لنهاية يعني تكون دبلوماسية لهذه الأزمة. دكتور طارق فهمي كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك. إلى كوريا الشمالية التي أعلنت عن أحدث تجربة صاروخية لها بإطلاق صاروخ باليستي ضخم جديد عابر للقارات، وتشير بيانات الطيران إلى أن الصاروخ حلق لمسافة أعلى وأطول من أي صاروخ آخر في تجارب سابقة لبيونغ يانغ قبل أن يسقط في البحر غربي اليابان، ويحمل الصاروخ اسم هواسونغ 17. وقال محللون إنه أكبر صاروخ يعمل بالوقود السائل يطلق من منصة إطلاق متنقلة على الطريق. هذا وأعلنت الولايات المتحدة فرضها عقوبات جديدة على كيانات روسية وكورية شمالية بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن العقوبات الجديدة استهدفت شخصا يدعى ري سونغ شول ومكتب الشؤون الخارجية التابع للأكاديمية الثانية للعلوم الطبية في بيونغ يانغ فضلا عن كيانين روسيين. وأوضحت الوزارة أن الكيانات والأشخاص الذين استهدفتهم هذه العقوبات متهمون بنقل مواد حساسة إلى برنامج كوريا الشمالية الصاروخي. نشرة الثالثة متواصلة وفيها بعد قليل. إثيوبيا تعلن هدنة إنسانية في إقليم تيغراي لتوصيل مساعدات إنسانية، ومتمردو الإقليم يتعهدون باحترام وقف إطلاق النار. نؤمن بضرورة توفر المناخ الحر الذي لا بد منه لكي تخضب الأفكار وتتفاعل الآراء وصولاً للأفضل، غير أن الأفضل الذي نراه كمسؤولين ومواطنين مرة ثانية وتعزيز المسيرة الاتحادية وتعميق مدلولاتها وتمتين أواصرها ليس لمصلحتنا نحن أبناء هذا الجيل فقط، وإنما لمصلحة كل جيل قادم. أهلا بكم من جديد، وقبل مواصلة النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. مسؤول روسي رفيع يؤكد أن العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق أهدافها، والناتو ينشط ما وصفه بعناصر الدفاع النووية والكيماوية. كوريا الشمالية تختبر أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، والولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. ناشدت 6 دول غربية بينها الولايات المتحدة في بيان مشترك الخميس حركة طالبان بالعودة عن قرار إغلاق مدارس البنات الثانوية في أفغانستان. وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والنرويج إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، طالبوا جميعا الحركة بأن تعود عاجلا عن القرار. وحذرت الدول من أن عدم التراجع عن هذا القرار سيقوض آمال الحركة بالحصول على شرعية دولية وطموح أفغانستان في أن تصبح عضوا محترما في المجتمع الدولي. إلى اليمن، حيث يعيش الصحفيون واقعا مريرا في ظل الانقلاب الحوثي والذي جعل من شريحة الإعلاميين في البلاد هدفا مباشرا لكل أدوات القتل والترهيب التي يمتلكها. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. خلال 7 سنوات من الحرب ارتكب الحوثيون أبشع الجرائم والانتهاكات ضد الصحافة والإعلام في اليمن، انتهاكات طالت الصحفيين قبل مؤسساتهم. ففي أحدث تقرير للمنظمة الوطنية للإعلاميين صدى
فإن الحوثيين ارتكبوا أكثر من 98% من الانتهاكات بحق الصحافة خلال سنة واحدة فقط. الصحفيون اليمنيون تعرضوا لأكثر من 5000 انتهاك. الانتهاكات هناك انتهاكات كبيرة وجرم وتعتبر جرائم، منها القتل، منها الإخفاء القسري، منها الاختطاف لسنوات عديدة. جماعة الحوثي للأسف الشديد ارتكبت كل تلك الجرائم الجسيمة بحق الصحفيين. وبحسب تقرير نقابة الصحفيين اليمنيين لسنة 2021، فإن الحوثيين ارتكبوا 841 انتهاكا من أصل 1332 جريمة وانتهاك بحق الصحفيين اليمنيين. كما أشار التقرير إلى أن 10 صحفيين يقبعون في سجون الميليشيا الحوثية، والتي أصدرت أحكاماً بإعدام 4 منهم وسط مطالبات لتدخل المنظمات الدولية لإنقاذ حياتهم. نتمنى من المنظمات الدولية ومن الأمم المتحدة أن تمارس ضغط قوي وفعال على ميليشيا الحوثي لإطلاق زملائنا الصحفيين وإنقاذ حياتهم من السجون. فقد مر عليهم أكثر من 7 أعوام وما يزالون يواجهون حكم الإعدام من قبل ميليشيا الحوثي. وفي ظل هذه الحرب يذكر أن الصحفيين في اليمن عانوا الكثير من ويلاتها قتلا وتهجيرا وحرمانا من العمل بسبب سياسة الحديد والنار والتي تنتهجها الميليشيا الحوثية منذ انقلابها. مأساوي هو واقع الصحافة في اليمن، فاليمن يتذيل قائمة الحريات الصحفية على مستوى العالم بعد أن قيد الحوثيون حرية الصحفيين اليمنيين وقتلوهم بدم بارد. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، فيصل الدبحاني، داعز. في إثيوبيا أعلنت الحكومة هدنة في شمال البلاد للسماح لسكان إقليم تيغراي بالحصول على مساعدات إنسانية عاجلة. كما دعت الحكومة المتمردين في الإقليم إلى التخلي عن الأراضي التي استولوا عليها وإنهاء العنف. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن واشنطن ترحب بإعلان الحكومة الإثيوبية وأن التزام وقف الأعمال العدائية يجب أن يكون خطوة حاسمة تجاه استئناف المساعدات الإنسانية واستمرارها للمواطنين في تيغراي وجميع الأقاليم الإثيوبية. على الجانب الآخر، تعهد المتمردون في إقليم تيغراي باحترام وقف إطلاق النار بعد ساعات من إعلان الحكومة الإثيوبية الهدنة الإنسانية المفتوحة. وفي شأن كورونا، قال ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا الأمريكية للصناعات الدوائية، قال إن هناك واحدا من كل 5 متحورات جديدة من فيروس كورونا، أي 20%، ستكون أكثر خطورة من المتحورات الحالية. وأوضح بانسل أن السيناريو الأكثر احتمالا هو أن الأشخاص الضعفاء مثل كبار السن ومن يعانون من نقص المناعة سيحتاجون لجرعات تنشيطية سنوية للحماية من السلالات المتحورة من الفيروس التي تشبه في ضراوتها سلالة أوميكرون التي كانت شديدة العدوى وسريعة الانتشار. وتعمل موديرنا على طمأنة المستثمرين بشأن أطول مدة مناعة للقاحاتها على المدى الطويل مع انخفاض عدد الحالات الجديدة بعد انتشار الإصابات بسلالة أوميكرون في فصل الشتاء. وهذه طائفة أخرى من الأخبار العالمية المنوعة نوجزها في هذا التقرير. تساقطت الثلوج على مرتفعات الجولان في سوريا وغطت مساحات واسعة بطبقة كثيفة من الثلج في حدث نادر خلال هذا الوقت من السنة. ويعد موسم الثلوج في السنوات الأخيرة محركا لجذب السياحة في الجولان وداعما اقتصاديا للأعمال التجارية المحلية. في العراق، قام الخطاط العراقي محمد عبد المطلب معرضا لفن الخط العربي بعنوان إيقاع الحروف في متحف الموصل. ويقام المعرض في إطار أنشطة افتتاح مهرجان الموصل للموسيقى التقليدية. وتتميز معظم لوحات المعرض بخط الثلث الجلي وخطت على ورق مصنوع يدويا.
في كل عام ومع بداية فصل الربيع تخرج سرطانات البحر من الغابات المجاورة إلى الساحل الجنوبي لكوبا لتضع بيوضها في البحر، ما يتسبب في موت كثير منها على طول الطريق بسبب السيارات المارة أو الحيوانات المفترسة. ووفقا لخبراء البيئة لا يشكل الأمر خطورة على أعداد السرطانات البحرية، ويجد بعض سكان المنطقة طريقة لجني المال من وراء هذه الهجرة. أقيم معرض يشمل قطعاً من سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهير حرب النجوم في مدينة نيويورك الأمريكية، ويضم معرض The Fan Strike Again المقام في مانهاتن أكثر من 600 قطعة من سلسلة أفلام الخيال العلمي الناجحة، تشمل شخصيات بالحجم الطبيعي وتماثيل وصوراً وأزياء من الفيلم. إلى نظرة على إغلاق أسواق المال الإماراتية وأسعار المعادن والسلع والعملات في آخر جلسات التداول. نشرة الثالثة، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.